السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رانا 8 ديسمبر 2023، رانا في قاعة حفلات زفافي بمناسبة زفاف عفوا جارنا محمد. ألف ألف مبروك، ربي يبارك له وربي يزين سعده إن شاء الله. كما راكم تشوفوا القاعة هذه جاية تقريبا في ولاد موسى، مكان مسمى الحليمية، ولاية بومرداس. هذه هي قاعة الحفلات، هذه تضم 300 سيدة كما راكم تشوفوا. الطاولات راهم مرتبة، قامت النادلات بإعداد الطاولات. راهم في الجانب الآخر عندهم قاعة مخصصة للعشاء، هذه القاعة فقط للقهوة، كاين قاعة مخصصة للعشاء. قلت لكم المكان يسع 300 سيدة. هذه هي القاعة جاية بمحاذاة الطريق الرئيسي لأولاد موسى ولا الحليمية بالضبط. المنطقة الحليمية كي تديروا الموقع في جوجل مابس ولا جوجل ماب مقابل اللوزين تاع لابل، بارك الله فيك السيده، هي قالت لي وحده من المدعوات، قالت لي مقابل اللوزين تاع لابل في الحليميه. بيان سور نوري لكم كامل لي بريباراتيف تاع نهار اليوم. عندنا ان شاء الله 900 شخص، يعني 850 900 باذن الله، الاغلبيه رجال. العرس تاع العريس ان شاء الله ربي يزين سعدو ان شاء الله. اكيد درنا اطباق كلاسيكيه، حنا في خميس القشنه بومرداس، هذول النواحي كثرتها يديروا شطه شربه وشلاضه، يعني بعض الاشخاص يزيدوا بوراك ولا لحم الحلوله، لكن نظرا للعدد الكبير تاع المدعوين يديروا هذو الاطباق شربه شطحه وشلاضه، ولا طعام وشطحه عفوا طعام وشربه وشلاضه. هذو هما الاطباق اللي يعني معروفين بهم الاغلبيه في خميس الخشنه فوالا وضواحيها. رانا كما قلنا في قاعه حفلات زفافي في ولايه بومرداس بالضبط في الحليميه. هذه هي القاعه تضم 300 سيده، الله اعلم الرجال الناحيه تاع الرجال دوك نسال لكم، لكن من الناحيه تاع السيدات قلنا 300 فام بيان سور. هذيك هي واش يقولوا المكان المخصص لتصدير العروس فوالا. الاواني الخاصين بالصلاه كما راكم تشوفوا كامل اواني بيضاء اخوبال كما اللي عندنا اللي ما فينا نخدموا بهم، اواني جميله كي تحطيهم على الطاوله. اكيد لافاك فيها تقريبا 50 سيده، المكان المخصص بالعشاء تقريبا 50 سيده. هذه هذيك الشربه تاعنا، الله الله راهي طيب، درنا ثلاثه قزانات ما شاء الله تبارك الرحمن، راهي تبقبق ما بقالهاش وطيب ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجميع. شطيحه هيا وريتها لكم مقبله على المباشر، القطع تاع اللحم الله يبارك شابين كما راكم تشوفوا، الله يبارك اللحم تاع اليوم عجبني. الحميصه عندكم شويه، يعني الحميصه ما راهيش كاينه، الله المستعان راهم ملاح كي صابوها. اللحم جابهم ما شاء الله تبارك الرحمن، القطع جميله ويبان اللحم طري. هيا الشريبه تاعنا نوريكم فقط السلطه، فوالا البنات راهم مع السلطه يعطيهم الصحه. الفريق العمل مازال ما دوكا يفتحوا الورد، هذا راهو يتفتح دوكا لازم يتفتح، هذا وحده تحط وحده تفتح وحده، راكم تشوفوا كل وحده واش عندها خدمه تاعها لهنايا. المهم تحياتنا لام اميره، ام اميره النادله هنايا النادله في قاعه حفلات زفافي، قالت لي متابعه وفيه لقناه بربوشه سهام، شاف بربوشه سهام، قلت لها مرحبا بها معنا. كما قلت لكم غلط فرق برك في السيدات، ياكلوا 70 سيده في الفوج، يعني 70 فام بار فاغ، يعني في العشاء هذه من كي نقولوا 4 فاغ الحمد لله يكملوهم، كي يكونوا النساء 280 حتى 300 مراه، اربع افواج يكملوا العشاء نتاعهم. هذه هي الرجال عندهم 150 رجل يعني في الفوج، ولا 150 اوم بار فاغ، هذه في الناحيه نتاع العشاء. سينو اليوم عندنا تقريبا 1000 شخص، يعني القاعه راهي ترفد الله يبارك. قلنا خاصه ناحية الرجال، ناحية النساء عندنا عدد محدود، أقصى حد هو 300 سيدة. هذه هي إن شاء الله نكونوا فدناكم، خاصة نحب نفيد الزبائن توعي اللي عيطوا لي سقسوني أمرين ما تعرفيش كاش صالة مواشاغ في النواحي هذو في النواحي هذو، أنا الحاجة نصيبها يعني مليحة، ونصيب لي يعني العمال تاعها ما شاء الله باشوشين يخدموا خدمتهم، صاحب القاعة ولا غير إنسان متواضع الله يبارك له ربي يفتح له بيبان الخير كما قلنا له الصباح، إن شاء الله ربي يشقك المكة إن شاء الله يا ربي. البنات فرجة ممتعة لعقيبة لكم، ربي يفتح لكم باب الخير، وإن شاء الله كل وحدة ربي يرزقها الزوج الصالح، وإن شاء الله ربي يرزقكم الذرية الصالحة. أنا بالجمعة ورانا فيه يمكن وقت إجابة، إن شاء الله كل وحدة شافت الفيديو نتاعي راهي متمنية ذرية صالحة، ربي يرزقها ذرية صالحة، ربي ينجح لكم وليداتكم وربي يرزقكم أزواج صالحين. وتحياتنا كما قلت لكم المتابعات الوافيات، وخاصة أم أميرة اللي اليوم هدرت لي عليها. السلام عليكم ورحمة الله.
هو التقديم الاخير نتاع السلطه هكذا راح نكملوا الصحن، مازالوا ما كملوش يعني البنات راهم يحطوا. انا فقط باش من بعد ما نكوبيش الفيديو قلت لكم لي فقط صحن واحد باش يشوفوا يعني الشكل النهائي نتاع السلطه هكذا. دوك هذو الورود يفتحوهم كما ورت لكم في الفيديو نتاع سلطه الحديقه الساحره ام راين للاعراس، ورت لكم كيفاش تكون الورده هكذا وكيفاش نفتحها وكيفاش نشكلوا الخيار. المهم هذا هو صحن سلطه لنهار اليوم، وهذه هي خدمتنا لنهار اليوم، شطحه شربه وسلطه كما كامل مناطق في خميس الخشنه ولا الاغلبيه. هذه هي قلت لكم نظرا يعني العدد الهائل ولا العدد الكبير من المدعوين، يعني كي يكون طاجين رخام ولا كي يكون توم ولا كي تكون البورك واللحم الحلو هذو يكونوا مكلفين للاعداد الكبيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف الف مبروك طاطا شريفه، الف مبروك محمد لعقيبه الاسلام، ان شاء الله ربي يزين سعدكم. سلام ورحمه الله، وتحياتنا لام اميره للمره الثالثه. سلام.